اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة سحب الأموال على تطبيقكم سياج. نقوم بالدخول إلى ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نضغط على التطبيقات، ثم سوف نقوم بالدخول إلى سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم، نضغط عليه. بعدها سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري، ثم نضغط على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط على مكان التخزين، ثم سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الهاتف خاص بكم. ثم سوف نذهب إلى متجر جوجل، سوف نبحث هنا عن سياج خاص بكم، سوف يظهر لنا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديث، قم بالضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم السياج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.